أنا عارف إن في ناس كتير هنوك بشهر رمضان الكريم، بس التهنئة دي خاصة مني أنا ليك أنت وبس، لأنك فعلا تستاهل إن أنا أخصك بالتهنئة. لو وصلتك مني الرسالة الصوتية دي، اعرف بجد إن أنت من الأشخاص اللي أنا بعزهم جدا وبحبهم جدا، وكان لازم أقولك كل سنة وانت طيب، ربنا يتقبل صيامك ويجعله يا رب في ميزان حسناتك. رمضان كريم عليك، وما تنساش تبعتها لأقرب الناس ليك حتى لو أنا منهم، وابدأ صفحة جديدة مع كل الناس.